شيخنا، نريد أن نسألكم عن الشباب والدعوة إلى الله تعالى. هذه الفترة ما أهميتها في النهوض بالدعوة إلى الخير؟ يعني الأصل في هذا الخلق الاستعداد، لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد عليه في صلب آدم أنه لا يعبد إلا الله. يعني الإنسان لا يمكن أن يكون يصير داعية إلا إذا علم باليقين. هي مراحل في جميع المعلومات، أي معلومة فيها مراحل. أولا أنت تشوف المعلومة، ثم يعني مثلا تسمعها، ثم تقرأها، ثم تدبرها، ثم تعمل بها، ثم تدعو إليها. شيخنا، يعني هل يشترط أو هل الشرع يشترط في من يدعو إلى الخير شروطا محددة يجب أن تتوفر فيه؟ أي يعني فسرت لك خلاص، ادعو إلى سبيل ربك. إيش سبيل ربك؟ سبيل ربك يعني طريق مراكش لا قادر ولا شيء. القرآن والسنة. القرآن والسنة ما يمكن احنا ننتسبوا للإسلام وليس لنا حظ منه. يعني على الأقل الأساسيات تكون عند المسلم، أساسيات الصلاة، أساسيات الطهارة، أساسيات المعتقد. شيخنا، بعض طلبة العلم يرى أنه لا يتصدر مثلا إلى الدعوة، أو لا يدعو الناس ولا يحاضر ولا يدرس الطلبة حتى يكون له باع كبير من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمر، ما أرسل يعني نبي، أرسل صحابي تعلم بعض العلم. لما أرسل معادي اليمن، ما أرسل عالم متكامل، أرسل صحابي. الإنسان ما يكتمل في العلم، لكن لما الإنسان يتأهل ويكون عنده مثلا واحد النصيب يؤهله، يعني مفروض عليه البلاغ، وإلى ما يفعل تصدق على آيات الكتمان. طيب شيخنا، يعني ما موقف أو ما الموقف الذي يجب أن يتخذه الشباب يعني من علماء الدعوة على اختلاف طوائفهم؟ أنا دائما تنحرص نشرب الماء الصافي، ولو كان ثمنه واش غالي ومقلل، ما تنكثرش. هذا الركاير في الجسم اللي هو غادي تاكلوا الأرض، ولكن هذه أعمال ستقف بين يدي الله. قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالحمد لله أولا وآخرا. هذه زيارة لشيخنا سيدي محمد بن عبد الرحمن المغراوي من طرف طاقم قناة الهدى للإعلام الدعوي. مرحبا بكم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وبكم كذلك شيخنا. نريد أن نسألكم عن الشباب والدعوة إلى الله تعالى. هذه الفترة، فترة الشباب أو فئة الشباب، ما أهميتها في النهوض بالدعوة إلى الخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي بمعنى أن أي مولود سواء كان ذكر أو أنثى يولد على كامل الاستعداد لما يتلقى أي واحد، فعنده كامل الاستعداد. يعني معنى الفطرة بمعنى الصفاء الكامل لما خلق الله الإنسان عليه. أي إنسان ذكر أو أنثى فهو يولد على هذا الصفاء، ليس لأنه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه، يعني يحولانه إلى اليهودية أو يحولانه إلى النصرانية. بمعنى أنه يعني الأصل في هذا الخلق أنه الاستعداد، لأن الله تبارك وتعالى أخذ العهد عليه في صلب آدم أنه لا يعبد إلا الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بمعنى أنه يولد امتدادا للعهد الذي أخذ عليه، فهو عنده كامل الاستعداد ليكون على أكمل الخيرات وعلى أفضل الخيرات. لكن واقع الأب، واقع الأم، واقع الأسرة مثلا العامة،
من إخوة ومن أخوات ومن أعمام ومن عمات ومن محيط، ثم يعني المحيط الذي هو أكبر من هذا الذي هو ممكن، يعني مثلا نقول المحيط المدرسة، محيط مثلا الإعلام، محيط المجتمعات، يعني ممكن ينخرط في جمعية، ممكن يعني كل هذه الأمور لها أثر في توجه الإنسان. فالقصد هو أن هذا التوجه هو الأصل في أي أحد كان مكان، سواء انتسب إلى الإسلام أو انتسب إلى غير الإسلام. فالأصل هو يعني الامتداد للأبوين، ثم للأسرة كاملة، ثم للمجتمع، ثم للواقع الذي يعيشه، سواء كان مدرسة أو نشاط اجتماعي أو أي حاجة. فهذا الأمر هو في الحقيقة البنية الأساسية لأي مخلوق. فلهذا يعني الله تبارك وتعالى حافظ الرسول عليه الصلاة والسلام في صغر سنه، وشق صدره وأزال منه كل يعني علاقة سود وسوء، فيعني أصبح كامل الاستعداد لاستقبال الرسالة والنبوة. ويعني الله تبارك وتعالى يعني حماه من كل سوء، وحماه من المجتمعات الشركية، وحماه من عبادات الأصنام التي كان يعبدها قومه. وكانت هذه الحماية الإلهية كانت هي في يعني سبب يعني القدرة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم في كامل يعني تلقي النبوة والرسالة. وإلا يعني الأمر دائما يحتاج إلى هذا الاستعداد، يعني هذا الإعداد النموذجي من النبي أول، ربما حتى من سبق من الأنبياء ومن كل أحد. هذا يجرب يعني غالب الذين مثلا تجد لهم من يعني من الإمكانات العلمية ومن الإنجازات العلمية، تجدهم بهذه الصورة. مثلا تجد من صغر سنه يعني أعد على هذا الموضوع، سواء أعد قصدا أو أعد يعني بغير يعني يعني عطاء إلهي. مثلا العلماء، مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية، مثلا يعني مثلا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الصحابة مثلا اليوم نضجوا مثل ابن عمر مثلا. أو القصد هو هذاك الاستعداد في الحياة الذي يكون في أول الحياة، يعني له دور كبير في قضية يعني هذاك النضج الذي يحصله للإنسان. بالأحيان إنسان الله تبارك وتعالى يعصمه من كل الرذائل ومن كل القبائح ومن كل الكبائر، فيكون لهذه العصمة وهذه النشأة يكون لها دور. لأن الشباب ليس هو الولادة وليس هو الصبا، الشباب معناه هو سطح العمر، معناه أنه له سوابق. لأنه دائما يعني السوابق في حياة الإنسان يكون لها هذا الأثر. وأن تستطيع أن تقطع الأثر السابق وتستأنف في حياة أخرى، هذا قد يكون، ولكن تكون فيه صعوبة، ويكون يعني عطاؤه ليس بذلك. فلهذا تلاحظ حتى في ابناء الصحابة يعني تجد عندهم هذه الصفة. يعني مثلا تجد الذين تربوا في حضن الإسلام مثل ابن عمر، هذو اللي نضجوا كلهم يعني كان لهم هذا الأثر. يعني أنس مثلا، وأبو بكر، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عائشة مثلا، أم المؤمنين. يعني هذه النماذج من اللي صاروا فيما بعد هم الأئمة، هم الذين لهم الصدرة العلمية ولهم الصدرة الركزة، يعني سبب يعني هذا العطاء الذي حصل منهم هو تلك النشأة. مثلا عمر مثلا الله سبحانه وتعالى كرمه وكذا، ولكن لما حضروا في سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشجرة التي هي مثل المسلم، يعني عبد الله بن عمر صار في هذا الفهم احسن من ابي بكر وعمر، يعني احسن من والده ومن يعني ومن خير من والده الذي هو ابو بكر. القصد هو الذي احب ان اقول بان يعني النشأة لها اساس في تربيه الانسان. طبعا هو يعني النشأة يعني اذا كانت مثلا متسلسله، وكان الناشئه
يعني كان هو مثلا مقبل وفطرته منسجمة مع الخير ومع القرآن ومع السنة ومع يعني التعلم ومع كذا، تكون هذا الأمر لها. فلهذا جميع الذين مثلا يعني نقرأ تراجمهم الذين نضجوا في تاريخ الإسلام تجد هذا هو يعني صفته، يعني سبق تلك الفترة، يعني مثلا لا تجد يعني من النضج مثلا الإمام أحمد مثلا، يعني لو قرأت تجد نفس العطاء الإمام مالك مثلا، الإمام الشافعي، الأئمة مثلا يعني كلهم بدون استثناء، يعني البخاري مثلا صغير، يعني كلهم تجدهم بدأوا في العطاء، يعني بدأت دروسهم في 18 في 17، يعني اللي احنا لحد الآن يعني لعلنا لم نستفيق من نومنا. فتجد هو خلاص بدأ يعني على يعني البخاري يجتمع له في عمر 18 الآلاف في درسه وفي محاضرته، وبدأ بالتأليف في وقت مثلا مبكر، يعني بدأ بالقصدي يعني النضج يكون له واش تكون له هذه الأسباب اللي ليس يعني هناك من أحد يعني ينضج في وقت سريع، لا النضج يكون أيضا زي الغرس زي له يعني ما لابد أن يسبقه تلك الحصانة منذ الصغر منذ الصغر يعني في يعني غاية يعني أنا لا أرى يعني غالب الذين يعني نضجوا وأنتجوا نتاج علمي كبير تجدوا من هذا الحافظ مثلا ابن كثير، الحافظ المزي، الحفاظ يعني مثلا الذي ذكروا سواء أصحاب القرون الأولى أو غيرها، تجد هذا الاعتبار يعني مؤسس، لأن الإنسان على كما قال الرسول يولد وش على الفطرة، على الفطرة، وتكون هذه الفطرة حسب يعني، فإذا الله تبارك وتعالى الإنسان يسر له أب صالح وأم صالحة وأب مثلا واعي وأم واعية وكانت الأمور يزيد، يعني مثل ابن عباس مثلا نموذج عبد الله بن عباس، أمه هي عمته هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ابن عمه وهو تحت حضنه، أنس مثلا أمه أم سليمة كان مهرها هو إسلام أبي طلحة، يعني كانت الأمور كلها يعني تجد كان ذاك المحيط يعني مهيئ لذلك الشاب أنه يعني كلهم الصحابة الذين نضجوا من الصحابة وظهروا اللي ظهر فيهم العلم تجد لهم هذا، نعم حتى الكبار، حتى كبار الصحابة مثلا ابن مسعود أسلم من قديم يعني خامس واحد في الإسلام، فلهذا تهيئ لأن يكون يعني قصدي أن تاريخ الإنسان هو الذي يعطيك النتاج، يعني دائما تاريخ الإنسان يعطي النتاج، فلهذا الشاب يكون نتيجة لما سبق، يعني لأن ما فيه شاب خلاص، يعني ممكن شاب يكون على طريق ويرجع إلى طريق آخر الاستقامة، لكن يكون دائما ليس هو الذي عاش في الاستقامة، يعني هذاك اللي عاش في الاستقامة دائما تلقاه تجده مؤسس، نعم يعني في التاريخ كله، يعني في التاريخ كله تجد يعني من بداية يعني بداية من النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم تاريخه من الصغر، كيف شق صدره وأخرج منه هيئة وحيط بكل يعني ملابس، تهيئت له هذه المرأة الصالحة يعني قبل إسلامها وكانت امرأة عاقلة من أعقل يعني النساء، يعني كانت الأمور كل الظروف مهيئة لها، لا عاد وراء ذهب يذهب إلى غار حراء يتعبد، يعني بعد ما وعى وصار عنده وعي يعني لعله وجد بعض الأثار من ديانة إبراهيم وتمسك بها أو استفاد منها يعني للتحنف مثلا ليكون متحنف، فقصدي يعني الوليات لها أهمية والنشأة الأساسية، طبعا ليس ما أقوله يعني كل أب، يعني مو بعض الآباء حاول ويحاول، لكن قصدي أنه إذا وجدت هذا المثال فمعنى أن له يعني ماضي، له ماضي يعني، ولهذا الأمثلة العملية أكبر حجة، يعني ما قلت لك في الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الصغار، هذو الصغار اللي هو أسامة، كيف صار أسامة هو أسامة، لأن والد زيد هو إيش، هو ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما بعد إيش
صار مولاه. قصدي أنك تجد عائشة وين نشأت؟ نشأت في حضن أبي بكر وفي حضن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني شيخنا يعني لا بد فترة الشباب مهمة، لكن لا بد أن يسبقها تلك النشأة ليكون الشاب مهيئا يعني قبل ذلك. يعني غالب من الشباب الذي تجد عنده كمال النضج وكمال العقل وكمال كذا، هذه هي صفته. أنا يعني فيما علمته فيما يعني أنا بفضل الله يعني قرأت يعني مثلا التواريخ العامة والتواريخ الخاصة وكتب التراجم وكذا، يعني لعلني لم أترك فيما وقفت عليه من كتب التواريخ شيء إلا و يعني قرأته أو بعضه. فقصدي عندي عام عمل إيش؟ استقرائي وتتبع لتاريخ الأقل الصحابة والتابعين واتبعهم، لأن لفت العقيدة السلفية فيها عشر مجلدات كلها في هذا الموضوع. نعم فيها أكثر من 1200 شخص، يعني كلهم من علماء الإسلام، بداية من الصحابة من حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والتابعين واتباع التابعين واللي بعدهم. فعندي بفضل الله زي يعني عندي واحد التصور بفضل الله على التاريخ الإسلامي، يعني تصور كامل، وعلى التراجم وعلى الفقهاء الحنفية الحنبلة الحنفية المالكية الشافعية كلهم قرأت كتب الطبقات. طبقات مثلا قرأت السيرة لم يكن مرة أو مرتين للحافظ الذهبي ما شاء الله. يعني قصدي عندي بفضل الله وبدوني يعني تبجح يعني واحد يعني استقراء وتتبع لهذا الموضوع بالخصوص. ولهذا كتبته في 10 مجلدات. يعني العقيدة السلفية اللي هي القسم السابع اللي سميتها مواقف السلف في العقيدة والتربية، وهذا في 10 مجلدات وفي أكثر من 1200 موقف يعني شخصية. طيب لا ما هو موقف، المواقف 9000 وأكثر، يعني 1200 شخصية ولا مواقف يعني عديدة. مواقف طيب. أكثر من 9000 موقف. نعم. طيب شيخنا يعني هل يشترط أو هل الشرع يشترط في من يدعو إلى الخير شروطا محددة يجب أن تتوفر فيه؟ إيه الله تبارك وتعالى قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني هذه الآية جامعة مانحة، يعني إلى سبيل ربك بمن إيش؟ القرآن والسنة. نعم. طب وكيف يدعو القرآن والسنة وهو لا يعلمهما؟ يعني لابد من العلم. أول شيء الآية يعني فسرت لك خلاص، ادعو إلى سبيل ربك. إيش سبيل ربك؟ سبيل ربك عن طريق مراكش لا قادر ولا شيء. نعم. القرآن والسنة. القرآن والسنة بمعنى أنا، يعني الإنسان لا يمكن أن يكون يصير داعية إلا إذا علم باليقين. يعني الشيء الذي لا تعلمه لا يمكن أن تدعو له. يعني لابد يعني أولا إنسان يقرأ، وبعد القراءة الفهم، وبعد الفهم العيلة يعني تدبر، وبعد التدبر عاد تصير يعني درجته، يعني هي مراحل في جميع المعلومات، أي معلومة فيها مراحل. أولا تشوف المعلومة ثم يعني مثلا تسمعها ثم تقرأها ثم تدبرها ثم عاد تعمل بها ثم ايش تدعو إليها. فمعنى هذا هو السبيل. يعني السبيل معنى أنك يعني عندك كامل البصيرة باش بالقرآن، اللي قال أدعو إلى سبيل ربك. كيف أدعو إلى سبيل ربك؟ يعني الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الآية وهو فصيح هو عربي، يعني كل كمالات الفهم الله تبارك وتعالى مكنه منها، لأنه فيه الكمال البشري في كل صفات البلاغ والبيان. يعني لا ينقصه شيء، لا تنقصه لا الفصحة ولا ينقصه الفهم لما يبلغ، ولا ينقصه يعني صفات المخاطب الذي يخاطب من ناحية يعني التعامل. فجميع يعني المواصفات الخطاب الله تبارك وتعالى أكملها للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني فلا ينقصه لا فصحة ولا ينقصه بيان ولا ينقصه مثلا فهم ولا ينقصه حكمة ولا ينقصه شيء. فلهذا أدعو إلى سبيل ربك، إذن هذه رقم واحد. يعني سبيل ربك هو القرآن والسنة. نعم. وهذا الخطاب لمن؟
النبي صلى الله عليه وسلم هو من بعده. إذا أنت لما تقرأ الآية معناتها تشوف يعني صفات الداعية إيش يعني إيش اللي خص شروط الداعية في الآية. ادعو إلى سبيل ربك خلاص معنى لابد من العلم باش بالعلم بالكتاب والسنة كتاب. يعني سبيل ربك ما عندنا سبيل ربك غير القرآن والسنة، هذا هو سبيل ربك، سبيل الله تبارك وتعالى هو القرآن والسنة ثم جامع الحكمة ثم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة بمعنى التقدير، بمعنى الأولويات، يعني ما عاد يدعو للصلاة والرخاء الآخر عن الآخر يجهل المعتقد أو يدعو مثلا إلى كماليات يعني لبعض المستحبات وخلي ليه الفرائض. يعني الحكمة بمعنى أنك يعني دائما تبدأ الأولى في الأولى، تدرج تدرج يعني. فلهذا كانت 13 سنة كلها في المعتقد، لم يكن فيها لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا أحكام نكاح ولا أحكام طلاق ولا أحكام، كلها كانت إيش يعني مرحلة 13 سنة اللي هي يعني أكبر من نصف إيش زمن الدعوة كلها. فكانت هذا يعني لابد الإنسان يبدأ باش بهذا الموضوع، يعني بمعنى الذي لا يصحح المعتقد لا يمكن تدخل معه على أي شيء ولا يمكن أن تخاطبه بأي شيء، فهذا أمر أساسي. فهذه الحكمة، دعو إلى سبيل ربك إيش بالحكمة، الحكمة هي بما وضع الشيء إيش في محله، في محله في موضع، هذه الحكمة. طيب شيخنا، على ذكر الكمال، هل يفترض في الداعية أن يكون كاملا من جميع الجوانب، يعني في علومه، أخلاقه، سلوكه، في تعامله، في عبادته، في عمله؟ هو يعني فرق بين نقول داعية وفرق بين نقول مسلم. فمسلم المسلم يبلغ أي شيء، يعني أنت الأخ اسمه الحسن، إيه نعم حسن، أخونا الحسن ممكن تقول له يعني مثلا يخطئ في شيء أو يجهله شيء وتعلمه بصفتك إيش بصفتك مسلم، مسلم. يعني كل مسلم لابد أن يكون داعية، لابد أن يدعو إلى الله. لا أقصد المسلم يبلغ على حسب ما مكنه الله له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني المفروض في المسلم يكون عنده كثير من الآيات وكثير من الأحاديث بصفتك نعم. مسلمين إن دي ديانتك ما هو ديانت غيرك، يعني ديننا إحنا يعني المفروض يكون لنا حد منه، ما يمكن إحنا يعني ننتسب لشيء يعني مثلا يعني أنت اسمك اسمك الخاص بوستا يوسف، اسمك يوسف، اسمك نعم. يوسف الوالد الحسن، اسمه الحسن، إذا يوسف بن الحسن، ما يمكن أنت تكون من ابن الحسن ولا تعرف عن الحسن شيء أبدا، وأمك مثلا اللي اسمها فلانة كذا ما يمكن، لابد أنت معرفها وعرف أمها أيضا، معرف والدها ومعرف والد والدك وعرف يعني عندك واحد، ما يمكن احنا ننتسبوا للإسلام وليس لنا حد منه. يعني على الأقل الأساسيات تكون عند المسلم، أساسيات الصلاة، أساسيات الطهارة، أساسيات المعتقد، أساسيات النكاح، أساسيات الطلاق، أساسيات البيع، أساسيات الشراء، يعني الأساسيات العام، الأساسيات التي مثلا لا يعذر الإنسان بالجهل فيها، معلوم من الدين بالطبع، معلوم يعني ما تكون أساسية. يعني ما نقول لك الصلاة تقول واش هي الصلاة هذه، نقول لك الظهر تقول واش هي الظهر هذا، يعني المفروض يكون لك حد يعني يعني يناسبك بصفتك إيش بصفتك مسلم، هذا يعني عامة في المسلمين والمسلمات. إن ده تبقى هذه القضية يعني لو كنا هكذا يصير البلاغ ليس فيه عسر، يعني الإنسان ما تخاطبه بشيء يتقبل منك الأمر بصفته إيش حتى هو مسلم، مسلم. لكن ما نقوله داعية بمعنى الداعية اللي هو بمعنى الناس يرجعون إليه وبيصير الناس يشتفتونه وبيصير مثلا منطير ويقدر يصير مؤلف مثلا، يؤلف للناس الكتب، ممكن يصدر احكام مثلا، ممكن يفصل في قضايا كبرى، ممكن يعني هذا هو الداعية. الداعية يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داعية، الصحابة، التابعون، الأئمة الذين تأهلوا مثلا علميا والله تبارك وتعالى بسط لهم في العلم وفي الحكمة وفي كذا هذا. لكن تبقى مثلا دائما المسائل النسبية يعني من زمن لزمان ومن وقت لوقت، ما غاديش نقارنوا مثلا احنا مثلا يعني القرن يعني الثاني بالاول، يعني نقارنوا مثلا غير التابعين بالصحابه، مستحيل، الصحابه ما هو تابعين ولا احد يقول بان مثلا سعيد بن المسيب مثل احد الصحابه، مثل ابن عمر مثلا
أو مثل مثلا ابن مسعود لا، أو مثلا نجيو الأتباع التابعين مثلا نقولوا مالك مثل سعيد بن المسيب أو مثل عروة بن الزبير، لا، فعروة أحسن ومالك أقل. مثلا نجيو تلامذ مالك مثلا بن وهب ولا عبد الله عبد الرحمن بن القاسم ولا واحد نقول مثل مالك، لا، عبد الرحمن بن القاسم وبن وهب أقل من الإمام مالك. وحنا نازلين كده ما نقول مثلا يعني مثلا البخاري مثل الإمام أحمد، لا، الإمام أحمد أعظم وأفضل من البخاري، أو مثلا البخاري مثل الإمام مالك، لا، البخاري مالك أعظم من البخاري. وحنا نازلين ما غادي نقولوا مثلا أحمد بن تيمي مثلا مثل محمد بن إسماعيل البخاري، لا، لا يمكن، ولا يمكن ما يعني. وحنا رايحين كده يعني دائما الأمور يعني بقدر ما يبعد الزمان بقدر ما تتناقص هذا الأفضلية والعلم. ممكن يمن الله تبارك على أحد ويعطيه كذا، ولكن دائما تبقى ذاك السبق الزمني له دوره من ناحية كقول عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، هذا هو تلك الأفضلية وتلك السبق. يقصد دائما تبقى الأمور يعني نسبة. أنا جبت لك الأمور هذا على أن الأمور دائما إيش يا أمر نسبي، يعني ما يمكن مثلا في زمننا هذا أحد يقول أنا مثل أحمد بن تيمية مثلا، لا يمكن. أحمد بن تيمية عاش في القرن الثامن، القرن الخامس عشر مثلا. فقصدي دائما الأمور نسبية، لكن دائما كيف كما قلت لك المسلم المفروض تكون عنده إحاطة تناسبه بالإسلام، والداعية يكون أكمل وأكمل، يعني أكمل لغة وأكمل فهما وأكمل علما وأكثر إحاطة، لأنه متخصص خلاص هذا هو شغله. أنا عارف الأسانيد، عارف الطرق، عارف المصادر، عارف المخرجات، عارف المدخلات، عارف يعني تلقى ما هو الداعية هو عمول. يعني المسلم الواحد فلاح، واحد مثلا حداد، واحد زجاج، واحد يعني. ومع ذلك هذا يعني يكونوا فلاح وكذا لا يعذر أنه يجهل الإسلام. فلا بد أن يكون عنده ما، لأن الإسلام ضروري، لأن ستسأل عنه في قبرك، حاجة ما أنت اختيار لك، الأمر إجباري وليس هو اختياري، لأن لك حياة أخرى ستسأل عنها كل عن كل أعمالك. فهذه الأعمال لا بد تكون يعني مقرنة باش بالدليل، يعني لماذا عملت هذا اللي قول الله كذا، لماذا عملت هذا اللي قول الرسول كذا. أي كان لابد يسأل، ما هو الفلاح لا يسأل عن الدليل في القبر، لابد يسأل. أي كان فلاح، زجاج، حداد، نجار، أي كان أقصد هو المسلم لابد يكون عنده إيش نص، ما يحتاج إليه. يعني مثلا لما ودنت زوج ما عرفت النهار ركن، ما عرفت الولي ركن، ما عرفت يعني الزوج، يعني لابد يكون عندي يعني أي كلام. إحنا ما هو حيوانات تسافد مع بعض، لا، سلا بده يكون عنده علم، بده يكون عنده فهم، عارف حقوق الزوج، حقوق الزوجة، حقوق كذا. قصدي تكون عنده واحد يعني بصفته مسلم، لأن هذا دينك ليس دين غيرك. أنا ما شرط علينا نعرفوا اليهودية والنصرانية، لا، ولكن الإسلام لا بد، لأن سنسأل عنه. إحنا ما غادي يسألنا الله غدنا لا على اليهودية ولا على النصرانية، ولكن سيسألون إيش على الإسلام، بصفتنا إيش أنت من هذا الإسلام، وقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما الداعية معناه أنه ذاك المتميز، يعني العالم، ما نسميه العالم أو الفقيه أو أي مصطلح ممكن، أو الشيخ أو أي مصطلح لابد يتميز. ما غادي نقول عبد العزيز بن باز هو كأحد إخوان السعوديين، لا، مستحيل. فالشيخ بن باز تميز بالعلم وتميز بالدعوة وتميز مثلا بالعلو في الكعب في العلم إلى آخره. طيب شيخنا، يعني ننتقل إلى من العامة إلى الخاصة. بعض طلبة العلم يرى أنه لا يتصدر مثلا إلى الدعوة، أو لا يدعو الناس، ولا يحاضر، ولا يعني يدرس الطلبة حتى يكون له باع كبير من العلم، فيمكث مدة طويلة وقد يضيع، وقد يعني لا يعني يأخذ منصبا. يعني هذا يخالف النصوص، خالف النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضطر الأمر من سمع ما قالت فوعها فأدها كما سمع، فرب مبلغ أو عيش من سامع. من سامع، وقال بلغوا عني وش ولو آية ولو آية. لا، هذا تيخالف النصوص وتيخالف الأصول وتيخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل مصعب بن عمر، ما أرسل يعني نبي
أرسل صحابي تعلم من بعض العلم، لما أرسل معادي اليمن، ما أرسل عالم متكامل، أرسل صحابي بما عنده، يعني أعطاه تعلم بعض العلم، تعلم بعض العلم، بعض العلم. لأن إذا قلنا كذا ما هذه اكتمل أصلا، ولا نستطيع، ولا أحد يستطيع يدعي أنه اكتمل أصلا، ما في أحد اكتمل، ولا أحمد بن تيمية مثلا يقول أنا اكتمل. بن تيمية كثير من الأمور توقف فيها وقال لا أعلم، وتلميذه أيضا بن القيم. والإمام مالك على جلالة قدره سئل عن 48 مسألة وأجاب عن 16 واعتذر على 32 مسألة. القصد هو الإنسان ما يكتمل في العلم، لكن لما الإنسان يتأهل ويكون عنده مثلا واحد النصيب يؤهله، يعني المفروض عليه البلاغ، وإلى ما يفعل تصدق على آيات الكتمان. إذن الأهلية، الأهلية شرط والكمال لا ليس بشرط، يعني الكمال بواجب. يعني المفروض يعني الانسان هو الحمد لله لما يكون يعني تعلم بعض متون اللغه، متون مثلا الحديث، متون مثلا الفقه، متون المعتقد، خلاص شو تبغى. يعني انا مثلا قرات الكتاب مثلا الاصول الثلاثه، كتاب التوحيد، العقيده الوسطيه، يعني ما نستطيع نتكلم في وزت العقيده الطحاويه، يعني ما انا مؤهل، يعني ما نيش نبغي نقرا بعد. يعني نرجع للكتب المسنده بحال البخاري مثلا وكذا، لكن هذه مؤهلات. يعني قرات الجرميه مثلا، قطر بعض الالفيه، قرات واحد المجموعه من المتون اللي تتاهلك للفهم، يعني من الوسائل ومنش ومن الغايات. يعني قرا بعدا على الاقل مثلا بعض كتب التفسير، على الاقل قرات مثلا السعدي اللي هو كتاب مختصر في التفسير، أو مثله مختصرات الحافظ ابن كثير مثلا، أو بعض ما هو الإنسان بو يقرأ العلم كل هذا، ما في أحد يقول قرأ العلم، وإحنا ما قرأنا العلم، ولا أحد يدعي هذا، يدعي هذا من إجهال خلق الله. الإنسان عنده بعض الشيء، بعض العلمات، بعض كذا، ما يمكن يضبط جزئية معينة، ولكن ما غادي يجي يحيط به، لأن الإحاطة من المستحيل. الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إلا قليل. والزهري رحمه الله سئل عن حديث فقال لا أعرفه، هذا الزهري، فقال له السائل: أنت تعرف السنة كلها؟ قال لي لا. قال لي: هل تعرف نصفها؟ قال لي: نعم نصفها أعرفه. معنى النصف الثاني ما أعرف، لا أعرف، وهكذا. طيب شيخنا، فلهذا يعني قال: يقال ينبغي للعالم ان يعلم تلامذته كلمات لا ادري، يعني حتى دائما تكون المفزع للانسان اللي ما عرفش لا ادري لا اعلم، ايش الاشكاليه يعني. لو سالتني عن سؤال ولا ادري لا ادري. طيب شيخنا، يعني بعض الشباب يقصد يعني في يعني في طريقه الى هذا الكمال الذي ربما يعني لن يبلغه او لن يبلغه، يقصد بعض المشايخ الذين عندهم بدعة ظاهرة أو دعوة إلى هذه البدعة من أجل تلقي بعض العلوم التي هي في ظنه لا يجدها إلا عنده، فيعني نصيحتكم لهم. أنا الحمد لله الآن في الوقت الحاضر لم يبقى هذا الإشكال موجود، الحمد لله أئمة اللغة من خيرة الإخوان في المعتقد، أئمة أصول الفقه في آخر أئمة، يعني جميع العلوم الحمد لله لا يحتاج فيها إلى ناقص، كلها الحمد لله متوفرة في الوقت الحاضر، الحمد لله لا يحتاج فيها إلى أحد الحمد لله. يعني في كل العلوم، سواء علوم الوسائل اللي هي ما يسمى علوم الآلات أو علوم الغاية، الحمد لله فيها مبرزون في كل مكان، في كل جهة، في كل كذا، فلا نحتاج إلى شخص ناقص، الحمد لله. يعني يكون على بدعة معينة، لأن البدعة زي الجرب، يعني فيها عدوى تنتقل، زي الجراب وزي الجذام، فهذه أمراض معدية، الجراب معدي، فلهذا البدعة زي الجراب، إذا ذهبت إلى مبتدع ربما يعديك باش يصيبك بجربه، فأحسن، فنحن لا نحتاج إلى هذا. يعني في هذا الزمان يوجد من يعني علماء السنة، يعني من يكفوناك في جميع المتون، عندنا الحمد لله لا يساوي المبتدع أنا أمامهم شيء، حتى في علوم الأهل في كل مكان الحمد لله، فلا نحتاج إلى الخرابيط. طيب. لو أردنا الآن، لو كانت أتيحت لنا الفرصة، ما شاء الله نجمع من خيرة العلماء
لإقامة الدروس العلمية وإقامة المعاهد العلمية لو أتيحت الفرصة. يعني هذا السؤال غير وارد أصلا. طيب شيخنا، يعني ما موقف أو ما الموقف الذي يجب أن يتخذه الشباب يعني من علماء الدعوة على اختلاف طوائفهم؟ يعني تجد مثلا عالم سلفي والآخر عنده شيء من البدع والآخر، يعني فكيف يتعامل الشاب مع هذه يعني الأمور؟ أنا دائما تنحرص نشرب الماء الصافي ولا أشرب إيش؟ مع المقدر. مع المقدر حياتي كلها حتى الآن، حتى لو مثلا كنت في شي دولة مثلا سميتو تنشتري ذاك الماء اللي هو تنعتبره أصفى المياه، ولو كان ثمنه إيش؟ غالي. غالي أحيانا تيكون يصل إلى يعني في الأحيان إلى أثمان غالية يعني فائقة، ما تنشربش ذاك الماء اللي فيهش فيها عكر، دائما تنشرب الماء. وكذلك الأكل، حتى الأكل الآن حتى الخبز تنعطي الواحد الآن تنعرفو تنجيب الزرع اللي هو الشعير وتنطحنو وتنعطيه الواحد من إخواننا عندها فرن وهو بنفسه تيعجنو تيقادو لي وتيجيبو لي. يعني الحاجة اللي فيها الشك ولا فيها لا تدخلها جوفك، لا أدخلها جوفي ومحافظة على شي عسل زيت زيتون، حاجات اللي هي يعني تنقول بنا ما مسها شي حاجة اللي هي منها الأدوية ومنها ومقلل ما تنكترش في هذه الحدود، لا أخرج على. وحتى اللحم أيضا المسائل اللي تنشك فيها يعني مثلا يعني واكلة شي حاجة اللي هي مخالفة مثلا مقرب لهاش الانسان. ها الانسان اللي عارف شي واحد فيه شي حاجه ما انا المهم انا عطيتك مثال هذوك يعرف الجسم اللي هو غادي تاكلو الارض دروك انا جسمي الارض تاكل، ولكن هذه اعمال ستقف بين يدي الله، هذه ما غاديش تاكلها الارض، ياكل الارض هو هذا وعاود يرجع طبعا هذه سيرجع الله تبارك وتعالى يوم يوم يشاء، لكن الأعمال ما تأكلهاش الأرض، يعني عملك سيبقى محفوظ حافظ على الكتابة، لا تأكل الأرض ولا يأتي عليه الفناء، ما عادي يفنش يبقى حتى يجي ونضع الموازين القسط من القيامة. فلهذا أنت ما تمشي الواحد يعني شك فيه ولا فيه شك ولا عنده تذبذب ولا عنده، لأن الحمد لله الخير كثير. ليش أنا الحمد لله العلماء ما شاء الله الصديقين بكثرة بوفرة، الكتب الصافية بوفرة وبكثرة، القنوات الصافية بوفرة وبكثرة، لماذا أنا نمشي لحاجة يعني لماذا أشرب الماء العاكر وأنا عندي إمكانية نشتري الماء الزين يعني الطيب اللي هو مثلا إذا شربته أطمئن وأرجو من ورائه العافية، فلا أشرب الماء العاكر اللي هو ربما يكون لي في أذى عليا. فكذلك يعني تلقي العلم وطلب العلم وسمع الخير يكون من أهله، يعني ما في الصحابة على جلالة اقتنهم كانوا يقصدون خيرة الصحابة، الصحابة اللي هما صحابة وصحابة، يعني لا وجد اللي هو خير من هذا يذهب، يعني كيف جابر يشد الرحل إلى عبد الله بن أنس اللي يسمعه من حديث في مصر، شد الرحل من المدينة إليش؟ إلى مصر، إلى مصر ليسمع حديث أبو بلال الإمام البخاري رحمه الله. قصدي دائما الإنسان يكون عنده عقل ويوازن دائما، يعني الأعمال ما تفنى لكن الأبدان إيش؟ تفنى وتنتهي وتأكلها التراب. طيب شيخنا، يعني في بعض الأحيان تقع اختلالات في الصف الدعوي السلفي، يكون شيء واحد يخرج وكذا، يعني كيف يتعامل الشباب مع مثل هؤلاء؟ يعني اللي هو باغي يبغيه على نفسه، ودابا في الغالب يعني انا يظهر لي الحق لا يخرج عنه الا صاحبه، يعني الحق دائما ابلج، وكما سال ابا سفيان كما سال هرقل ابا سفيان، يعني اذا خالطت الايمان بشاشه القلوب خلاص، يعني اذا عرف الحق ما يمكن يتحول عليه، يستحيل يمكن، يعني اذا تحول معناه يبيع ويشتري، إذا تعرف الحق وتتحول عنه إلى باطل معنى أنك تبيع وتشتري، يعني صبح دين، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى اشترون بعيد الله
ثمنا قليلا كما فويل الذين يكتبون الكتاب ثم يقولون لي اشتروا به ثمنا فويل لهم مما كتبت ايديهم فله شبه باليهود يعني الذي يخرج على الحق ويتحول عليه الى غيره لاطماع دنيا له شبه قوي باليهود كالذي ذكر الله تبارك وتعالى تاريخهم في سوره البقره بالتفصيل وذكر في سوره المائده وذكر في صور اخرى وسوره مثلا الجمعة إلى آخره يعني قصدي له شبه باليهود الذي يعرف الحق ويتحول عليه معناه فيه شبه عنده شبه باليهود الموقف الذي يجب أن يتخذ منه شيخ حسب يعني ممكن إنسان يذكر بالله يوعظوا يعني ما نقوله قاطعوا وهاجروا خلاص لكن لما يركب نفسه ويصير فيه ذاك الكبر خلاص ما الحل هو بطره وإنهاءه لكن في الأول الإنسان يوعظه ويذكره إذا أمكن وإذا ما نفع في التذكير الإنسان خلاص يبعد أذى لنا ونفرض يبطر هذا العضو لنا هذا عضو صار فيه يعني قد يعدي أعضاء قد يعدي والإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في هذا الباب ولا سيما الذي عارف الحق وثبت بالدليل وبالحجة بأن عارف الحق خلاص هذا الإنسان المفروض هذا يحاربه قدر ما يستطيع هذا حربه وتجب إنه مثل إبليس إبليس عارف الحق لكنه خالفه هذا إبليس وإبليس اللي منعه من قبول الحق وإيش هو الكبر كما ذكر الله تبارك وتعالى ف يعني التحول من الحق إلى الباطل هذا فيه شبه من اليهود دائما خذها عني أي واحد يعني تحول من الحق إلى الباطل معناه فيه عنده شبه إيش اليهود من اليهود كما ذكر الله طيب شيخنا يعني بعض الشباب يعني تجده في الطريق يعني في طلب العلم ويعني يكون منهجه على الظاهر انه سليم وكذا ثم بعد ذلك يعزف عن هذه الامور يتركها لا يترك الدعوه الى الله تعالى ويترك طلب العلم وكذا خذله الله المستعان لا يخذل الله ايش تسوي يعني بعض الاسباب التي ممكن ان خذله الله خذله الله الخذلان من الله المستعان هذا خذلان هذا نوع من الردة وخين كانت ماشي ردة على الإسلام ولكن من الردة يعني ردة على العلم ردة على الحق ردة على الدعوة ردة مو شرط الردة اللي هي الخروج من الدين فهذا خذلان يقينا يعني الذي يكون على الحق ويكون على الدعوة ويترك وكذا معنى هذا مخذول يكون على يقين بأن الله تعالى خذله لأنه ما يمكن ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إن أصابته في تزوين قلب على وجهه خسير الدنيا والآخرة ذلك هو هذا يعني صدق عليه الآية هذا ما معناه كما قال الإمام بن رجب في شرحه في حديثه إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة والعكس قال هذا نوع من الإنسان هذا كان في قلبه يعني دخيلة عنده دخيلة يعني عاد ظهرت هذيك الدخيلة ما كانت نيته صافية من دون البداية هكذا هو اسمه دخيلة يعني كان مدخول يعني في معناه ما كان صادق يعني يستحي الصدق يتراجع من الصحابة ما نفعهم إلا الله ما نفعهم إلا الله ثم صدقوا يعني الصدق ما يمكن يتراجع مستحيل الصدق ما يتراجعش الإنسان صادق يستحيل يتراجع لا يرجع إلا هذا الذي قال ابن رجب فيه ايش؟ دخيلة دخيلة عنده ديك الدخيلة تتبان يعني هو في الأول مظهره للصدق ومظهره للعلم ومظهره للدعوة ولكن تجي ديك الوقت فاش تظهر ديك الدخيلة يظهر على حقيقة فأدخل لنا صلى الله عليه وسلم أمين صلى الله عليه وسلم طيب شيخنا يعني بعض الدعاة أو بعض الشباب يتحمس فيظهر له أن يعني المشاركة السياسية وكذا هذا سبيل إلى الدعوة وقد لا يرى سبيلا إلى ذلك إلا المشاركة وكذا ودائما المسائل الكبرى لا يقررها إلا أهل العلم أما الشخص بنفسه يخبط فقط لأن أهل العلم هم الذين يعني لهم الحل والعقد في هذا الباب هم الذين يقدمون أو يؤخرون أما الشخص بنفسه لا يجوز طيب شيخنا نريد يعني نصيحة توجيهية للشباب متحمس خصوصا الشباب يكون في حماس وكذا لكن يكون قليل علم فنصيحة توجيهية لهم بارك الله فيكم
والنصيحة، والمفروض أي أحد شاب ولا شيخ ولا كان ما كان هو يعرف بأن حياته منتهية ولا محالة ولا بد، حياة أي أحد منتهية. وهذه الحياة المنتهية لها ما بعدها، ليس هي حياة منتهية وخلاص وانتهى ونسن اللي أصابه الفناء وأصابه الإنهاء وليس عليه شيء، لا، يعني بمعنى سيستأنفوش حياة أخرى. حياة أخرى، هذه الحياة الأخرى ماذا أعد لها؟ وهي الحياة الصعبة، لأن الحياة الدنيا سهلة، ما تلقى في الإنسان من عقبات ومن صعوبات وربما من أمراض وربما من ممكن تكون أي عسر، مثلا فقر مثلا أو يعني سجون مثلا، قد يمكن أن يصاب بسجن، يصاب بشيء، كل شيء هذا ينتهي. فسجن الناس فخرجوا من السجن أو ماتوا في السجن، مرض الناس وشوفوا من المرض أو ماتوا في مرضهم، يعني القصد هو أن مهما كان من الدنيا سينتهي خير شر. فالإنسان لابد يكون عنده واحد نظرة بعيدة ليش الإعداد، إعداد للحياة، للحياة الثانية، يعني ماذا الإنسان أعد لها. والحياة راهي دائما سلامتها وعدم سلامتها راهي نسبية، يعني ليست يعني كاملة عند أحد، ما في أحد يعني يعطي كل كامل الحياة، حتى تلقى حياة نسبية، تلقى هذا ضعيف، تلقى هذا عنده بعض الأمراض يعاني منها، هذا عنده مثلا بعض الأحوال، ما فيش حياة يعني كيف يحبها الإنسان، لا توجد، ولا حتى للملوك، ولا حتى للأثرياء، ولا حتى يعني الكل لابد، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء وحده، هو الذي أوتي العلم الكامل والقدرة الكاملة والحكمة الكاملة، هو الذي يفعل ما يشاء وله أن يفعل ما يشاء. الإنسان عنده طاقات محدودة وقدرة محدودة وحياة محدودة، فلهذا القصد هو أنه لابد الإنسان يعد لما بعدها، ما بعد هذه الحياة، لأن هذه هي الحياة المهمة والحياة التي لا تنتهي، وهي الحياة الصعبة، لأن ما فيها أي وسيلة للمراوغة ولا يعني مثلا التغيير والتبديل، لأن حياة مثل كأنك الآن أمام القاضي وعليك كل الناس يشاهدون عليك بما فعلت، فماذا تقول؟ حتى لو أنكرت أنت الشهود حاضرون والقاضي يسمع، وهو سيحكم على ما يقوله الشهود لا على ما تقوله، على ما تقوله أنت. قصدي هو الإنسان لابد يعد الحياة، مهما سواء كان شاب ولا شيخ ولا كبير ولا صغير، يعني ما كان لينا كما إلى قلة تبارك وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، خلاص إذا كان أعمال كلها تسجل عليك فما عليك إلا أن تسارع إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات. الإنسان المفروض يكون دائما عنده هذا هو يعني عنوان حياته، ويستبق الخيرات، لأن أنت تدري متى يعني تقف، يعني أي أحد ممكن يبيت في فراشي ولا يصبح، ويمكن يظل ولا يبيت في فراشي، يعني كل الحياة في كلنا حياتنا في خطر، ما في أحد الآن عنده شيء تام، يعني الله تبارك وتعالى اللي هو بيده الأعمار وبيده الأجال وبيده الأرزاق وبيده، فقصدي أن الإنسان لا يغتر بأي شيء، لا يغتر لا بشباب ولا بصحة ولا بعافية ولا بمال ولا بملك ولا بكل شيء، سيفنا وينتهي، وكل شيء نسبي، ما في شيء يعني حاجة يعني كاملة مضمونة
متكاملة مضمونة. أقصدي أن الإنسان المفروض يعرف يعني هو بنفسه، يعني يسأل نفسه ماذا سأكون عليه فيما بعد، على ماذا سأكون فيما بعد، سواء كنت شاب ولا كنت كبير ولا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم وشكر الله لإخواننا المتابعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع شيخنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.